طبعا اليوم حاخذكم ل انا اقول لكم بلاش خليها مفاجاه بس انه حيكون مكان لذيذ. واحدة من الأشياء اللي صعبة في اليابان التنقل عبر المترو تحت الأرض لأنه في كمية خطوط تحت الأرض مش طبيعية، لكن أسهل طريقة إنك أنت تتبع الألوان أو تشوف الألوان الخطوط وتعرف إيش المنصة اللي المفروض تطلع منها. طبعاً ما بقول إنها سهلة بس إنه مع الوقت الواحد يحاول إنه يتعود عليها. كيت كات كانت من أطعم وألذ الشوكولاتات اللي كنت أحبها من صغري يعني. إذا أنت ما تحب الكيت كات أنا ماني عارف، أكيد عندك مشكلة. السؤال فين حاخذكم؟ شوف مركز بوكيمون كبير في طوكيو. طبعا ميزة سويكا كارد انه ممكن تشتروا باستخدامها غير طبعا هي بتستخدم في المترو او القطارات، تختاروا الشيء اللي تحتاجوه بعدين تحطوا كرتكم على هذه المنطقة. هذا شارع يومي داكوتشو، شارع صغير جدا ولكن يقدم أكلات يابانية تقليدية جدا، مجموعة صغيرة من المحلات وتعرض الكثير من الأكلات اليابانية من مناطق مختلفة في اليابان.